ممتاز، مش الثانيه والثالثه والرابعه بس يا كابتن، في الممتاز الف لاعبين عليهم شيكات وعليهم طبعا التزامات، وممكن يخشوا السجن لو الدوري ما اتلعبش. فانت النهارده يا اما المنظومه كلها ترجع يا اما المنظومه كلها تقف وتتلغي خالص. فهي عقده في منشار فعلا، وربنا يعين المسؤولين وربنا يعين وزير الرياضه. الراجل مش عارف يعمل ايه، يعني هل ياخد القرار ويبقى فيه قرار مؤسسه ودوله بتقول ان النشاط يرجع واصطدم بالالترس. ما شاء الله، انا وجهه نظري الشخصيه ان الالترس تاني اكبر كيان في مصر دلوقتي، يعني بعد الاخوان المسلمين. انا وجهه نظري الشخصيه ان مش هتلاقي حد منظم ومرتب وبالكثافه العدديه دي زي الالترس. انت امبارح 3000 فرد كده يعني، بس وهم بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لو ناويين يعملوا حاجه اكبر من كده. فبالتالي وكمان بدون اي مطالبات ماديه، يعني انت النهارده اذا كنت بتنضم الى حزب او الى عايز حزب عايز يجمع عدد من الافراد في الدوله، فانت تقدر مثلا تدفع لهم، تقدر يبقى فيه. دي الوقفه بتاعت امبارح يا كابتن. بص المنظر عامل ازاي، وده بس يعني حاجه كده يعني بسيطه جدا. لكن لو انضم التراس اسماعيليه واسكندريه واسوان واسيوط ومحافظات مصر كلها، هيبقى في كارثه. فربنا يعون، ربنا يكون في عون المسؤولين عن الرياضه في مصر، اذا كان الوزير ولا اذا كان اتحاد الكوره ممثله الحاج عامر حسين، ولا اذا كانت الانديه، ولا اذا كان اللاعبين اللي بيئنوا من عدم عوده النشاط الرياضي ومن عدم وجود اي مبالغ ماليه تدخل لهم من اكتر من 7-8 شهور. كابتن وليد، الالتراس ظالم ام مظلوم؟ يعني الالتراس ليه طلبات، ليه حاجات معينه، ولكن دي برضه وقفه الرياضيين كانت معانا برضه عشان نبقى احنا جبنا هنا وهنا. الناس كلها تقول الالتراس مش عايز يرجع الدوري، مش عايز. عندهم ناس برضه عندهم مشاعر، عندهم شعور، عندهم الكبير والقدوه مش واضح قدامهم. بنلاقي لعيبه كوره بياخدوا مواقف في صفهم بيحسوا ان هم صح، اعلاميين بياخدوا مواقف ان هم ضدهم عشان يتصيطوا بمنتهى الصراحه، وبعدين يجي ياخدوا موقف ان هم معاهم. الشباب تاهت، يعني حتى الاولاد الصغيره النهارده ما بقاش عارفين ايه الموضوع. هو بياخد موقف بيلاقي ان على الموقف اللي اخده ده في 1-2-3-4 بيتنفس، يبقى هو كان صح. رأي حضرتك ايه؟ والله انا شايف ان اي عدد لازم يكون ليه كبير. يعني احنا حتى تعودنا في النادي الاهلي كده حتى واحنا اشبال صغيرين، انا ابقى شايف الموضوع 1000000% في اتجاه، وهادي خشبه مثلا شايفه في نفس الاتجاه، وسيد عبد الحفيظ شايفه في نفس الاتجاه. يجي حد من الكبار مثلا كابتن ربيع ياسين او كابتن ثابت البطل الله يرحمه يقول لا احنا مش هنعمل كذا، احنا هنعمل كذا، فكله يمشي ورا الكبير. فالنهارده المشكله الالتراس ولا ظالم ولا مظلوم، الالتراس ليه اتجاه وليه فكر وليه اتجاه معين، ولكن لازم يبقى فيه كبير نسمع له. الكبير ده يقعد مع الكبير من الناحيه الثانيه، إذا كان الكبار بتوع الدوري، إذا كان